ورجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم النهارده عايزه اعمل لكم كل حاجه، يعني هعمل فسيخ، عملنا الفسيخ بالطريقه دي اللي انتم ان شاء الله هتجربوها، تدعوا لي وشفتوا احنا بنشتريه بقد ايه، وهو طلع في الاخر اصلا حاجه بسيطه جدا، بس التكنيك هو اللي هيدينا احسن حاجه. طيب هعمل لكم بقى النهارده كفته فراخ مشويه تجنن، سهله بكل الحاجات اللي تخليها طعمها يجنن. الوصفه دي من الوصفات اللي بتطلب مني كتيرة جدا، لانها سهله وبصراحه مطلوبه، والولاد بيحبوها واحنا بنحبها، ومش مكلفه خالص خالص خالص. يعني بصوا بقى النهارده انا مطبخي مميز جدا جدا جدا، لانه معايا عبورلاند، سوري انا اسفه، وادي فود. النهارده مش عبورلاند، النهارده وادي فود. وادي فود من البراندات اللي انا نفسي حقيقي بعتمدها في بيتي في كل حاجه، خصوصا خصوصا كمان يا جماعه من بعد ما جربت الفراخ بتاعتهم. انا ما بستخدمش فراخ ابدا من اي مكان. ليه بقى؟ الفراخ عندهم طبيعيه، من مزارع طبيعيه مش هرمونيه، يعني ما بتتحنقش هرمونات علشان تكبر وتقلبز وتدينا فرخه فرخ، لا هي طبيعيه. تاني حاجه المزارع عندهم انا رحتها بنفسي وحاجه عظيمه حقيقي. الفراخ يا جماعه ما بتتغسلش، اه والله ما بتتغسلش، خصوصا بقى تخيلوا لو هي متقطعه، يعني لو جايبه صدور ما ينفعش تغسليها، لانك انت في بكتيريا احنا مش بنبقى شايفينها بتنتشر، بتأدي في بعض الحالات لا قدر الله للموت. انا بجيب فراخ وادي فود بطلعها مباشره من الكيس واشتغل بيها. بصوا هقول لكم ايه، الشطه عامله عمايله. بصوا هقول لكم الاول المقادير وافتح لكم الكيس. كفته الدجاج المشويه العظيمه، انا بسميها العظيمه، ربع كيلو صدور فراخ وادي فود، ربع كيلو اوراق وادي فود، 100 جرام دهن ليا ضاني تقدروا تستغنوا عنه، حبه بصل مفرومه 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 مصفاه جدا جدا جدا، خلوا بالكم كل التركات دي، حبه فلفل احمر مفرومه مفرومه كويس قوي مصفاه من اي نقطه ميه، 2 معلقه كبيره نشا، كوب بقدونس، معلقه صغيره توم باودر، عدد بياض، 1 بيضه، وده سر خطير 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 في ان انا احافظ على تماسك الكفته. بصوا مفيش حاجه اسمها كفته من هنا ورايح تقع منكم من على السيخ، البياض البيض ده، رشه جوز الطيب، نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بيكنج باودر، بابريكا، هريسه وادي فود العظيمه، وعيش صاج طبعا. طيب انا بقى عايزين نفتح الاكياس واوريكم جمالها. بتيجي بصوا يا جماعه، شايفين النظافه، شايفين الباكجينج بتاعها، حاجه كده محترمه متكلفه متغلفه، يعني طالعه على طول من المزرعه على التصنيع والتقطيع ومتعبيه. الناس اللي بيشتغلوا فيها ناس لابسه جوانتيات، ناس لابسه ماسكات، لانها مصانع ليها جوده واخده شهاده الجوده. خلاص بفتحها اهي، دي الوراك ماشي، هخليها هشيل الجلد طبعا ماشي، وهتبقى جاهزه معايا. بصوا الفراخ عامله ازاي، انا مش محتاجه اغسلها، انا مش محتاجه اعمل اي حاجه خالص فيها، تطبخوها على طول ما تغسلوهاش، اسمعوا مني اطبخوها على طول والله فله فله فله. الفراخ الحلوه مستحيل يبقى ليها ريحه، مستحيل، ما فيش حاجه اسمها الفراخ ليها ريحه فانا هغسلها عشان الريحه تطلع، هو ما ينفعش. الفرخه لو ليها اي ريحه يبقى سوري احب اقول لك ان الفراخ دي كده فاسده فيها بكتيريا. الفراخ الحلوه ملهاش ريحه خالص تفتحي الكيس كده ما تشميش اي حاجه. خلاص اهي دي، وكمان افتح لكم الصدور، بصوا لونها بصوا لونها والله عامله ازاي، شايفين جمالها، شايف جاهزه جاهزه. خلاص انا عملت ايه بقى اهي، انا عملت ايه برضو ما بغسلهاش، الحاجات دي ما تتغسلش اصلا صحيا ما تتغسلش. انا بقى عملت ايه، رحت جايبه الوراك دي بس عشان وقت البرنامج، ورحت ايه مخلياها ورحت فرماها فرماها ماشي، وكمان فرمت ايه فرمت الصدور، ربع كيلو ربع كيلو، دي مقادير النهارده، انتوا بقى كتروا واعملوا اللي انتوا عايزينه. تمام واروح لابسه جوانتي، بعد كده كل حاجه سهله جدا. الوصفه دي بقول لكم الولاد بيحبوها وكلنا بنحبها، وتقدري تعملي منها حاجات كتير. النهارده انا هعملها بعيش الصاج، تغيير بقى، يعني احنا بنيجي على نص رمضان ونزهق من كل الاكل. خلاص عايزين حاجه ايه بسرعه. خلاص هروح جايبه المعلقه بتاعتي، وجايبه بقى الطبق اللي هشتغل فيه، واحط ده كده
خلاص واحط الصدور والوراك اللي عندي اللي انا واخداها من وادي فود وفرماها بس. ماشي، نحط اللي هي طبعا دي اختياري زي ما قلت لكم، بس بتدي ريحه مش عايزه اقول لكم جهنميه. هنحط البصل سوري الفلفل، البصل اللي معصور كويس جدا. ماشي، وبعدين احط ده على ده عشان هحتاجه كمان شويه. واحط بقى البيكنج باودر يا جماعه، بيكنج باودر بيخلي الحاجه متنفسه. واحط ملح، افضي دي عشان انا اشتغل بايدي. واحط فلفل اسود، شايفين النشا؟ النشا لان لو في نقطه ميه هتفك معاكي. النشا بقى انا بحطها وبشيل من دماغي ان هي ممكن تفك معايا. خلاص كده انا مطمنه ومتاكده ان شاء الله ان هي مش هتفك. جوز الطيب، ماشي، وادي التوم الباودر، خلاص، ودي البابريكا، واخر حاجه بياض البيض معايا. هعمل ايه بقى؟ هعجن. فاكرين لما قلت لكم الحاجات، في حاجات بتحتاج عجن كاني بالظبط بالظبط بعمل عجينه. الكفتيات يا جماعه من الحاجات اللي هي بتحتاج عجن كاني بعمل عجينه اهي. حط شويه النشا كمان، معلقتين بس انا كنت مستكترهم اهو، شايفين اهي. المفروض ان الخلطه دي بتدخل في الثلاجه تتشمع، لازم تتشمع وتمسك في بعضها علشان العجن اللي فيها بيخليها طريه. طبعا انا عشان وقت البرنامج فانا مش هقدر ايه اسيبها، وهشتغل فيها على طول وان شاء الله مش هتفك معانا برده. هحط بقى البقدونس بتاعي اخر حاجه اهو، شايفين، وهناء رجعت لنا وسمعت كلامنا وعملت مداخله تانية. ازيك يا هناء، عامله ايه؟ علي صوتك يا هناء، انا مش عارفه في مشكله عندنا في الصوت. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي دايما. قولي لي يا حبيبتي. بصي انا كان عندي قطايف. عندك ايه؟ قطايف. لا انا مش سامعه، انا مش سامعه يا جماعه، في مشكله في الصوت، انا مش سامعه. اوكي طيب، هعمل ايه بقى؟ هروح العادة كده، والله كنت ممكن اكمل بيه. ممكن نعلي الصوت لو ممكن، يمكن الصوت من عندنا احنا، نشوف بجد. طيب والله يا هناء، يعني يا ريتنا نعرف رقم يكون كلمك احنا. هنا بقى البصل بتاعي والفلفل، هروح مدياله سنة مية، بس نجيب دي اكبر اهي. ميه البصل بتاعتنا احنا المفروض ان احنا صفيناها وحطيناها، بس ايه معلش ايه نسينا، مش نسينا يعني، قلت لهم مش مشكله. خلاص اهي، واروح رشه رشه فلفل وملح. خلاص دي بقى اللي هيكون عندي هصبع بيها. هجيب عصيان الشيش طاووق يا جماعه العاديه بتاعتي واعمل كده اهو، شايفين هي ايه عايزه تتساب، بس ان شاء الله هي كمان الجوانتي بياخدها معايا، الجوانتي بياخدها معايا. ناخد شويه ميه طيب نساعد بيهم اهو اهو اهي، شايفين. ما تكتروش طبعا الميه، احنا ما صفيناش علشان ايه ناخد الميه نرجع بيها تاني، بس حاجه كده. ممكن نحط بقى ايه، استنوا كده، بصوا مش هتقع ما تخافوش، نحط شوية ايه زيت زيتون وادي فود كمان وانا بصبع علشان تبقى تمام اهو، شايفين اهو، شايفين. مجرد ما حطيت ايدي في المية خلاص لمت معايا. ويا سلام لو كانت كمان يا جماعة محطوطة في التلاجة ساعة اهي. انا عندي هنا الشواية وهعمل لكم برضو على جريل عشان لو ما عندكوش شوايه اهي. نحط هنا رشه زيت
تمام. بصوا عامله ازاي، وامسحها كويس قوي، ما بتاخدش حاجه خالص خالص، ان كل حاجه مفرومه. بس اديها الشكل بتاع الكفته الحلو ده اللي انا بحبه واحط. شايفين؟ طيب نجيب جريل هنا لو احنا ما عندناش جريل، طاسه، اي حاجه اي حاجه خلاص. واروح برضو عامله، طبعا انا بحب جدا اعمل لها سلطه بسيطه قوي، اللي هي سلطه ايه، طماطم فلفل، سوري، طماطم وبصل جوليان وبقدونس وسماء، سماء وعصير ليمون وخل وادي فود، خل تفاح، خل الوادي الفود التفاح يا جماعه تحفه تحفه تحفه، انا بستخدمه لانه حقيقي حلو قوي، وفي السلطات بيدي طعم يجنن، في السلطات بيدي طعم حلو قوي، يعني جربوه كمان في السلطات، لا هيعجبكم قوي. وهنا كمان ندي رشه اهو، ونوزع كده، ونحط الكفته بتاعتنا نشوفها. تعالوا كده نشوفها اخدت حاجه ولا اي حاجه، ثابت معانا ولا اي حاجه. ليه بقى؟ ليه؟ لان زي ما بقول لكم النشا والبياض البيض عليهم عامل رهيب. بصوا انا هقعد اشوي شويه وانتوا هتروحوا فاصل، بس ترجعوا لي بسرعه علشان اقول لكم كمان هعمل هقدمه ازاي في بالسلطه، وحاضر من السلطه، وكمان هنعمل سلطه الطحينه حلوه جدا. فروحوا فاصل صغير اكون انا خلصت الكفته، وترجعوا لي نكمل بقيه وصفاتنا. بصوا طلعنا واحدة عاملة ازاي، تجنن تجنن، وريحتها حلوة قوي قوي قوي، وزي ما انتوا شفتوا سهلة. بس ايه الحاجة اللي انا مش عارفة اسيبها، ان انا اسيبها في التلاجة ساعة انا بس، لكن انتوا هتسيبوها في التلاجة ساعة تاخدوا نتيجة اعظم من كده كمان بكتير. اهو نحط هنا، نجيب الزيت ونحط، نشوف دي تمام لونها يجنن، وطلعنا دي كمان شايفين عامله ازاي. تعالوا بقى بس استنوا اصبعها كمان، ايه فكريني يا رنا والله بالجريل دي علشان بتلسوع بسرعه قوي. انا سامعاكي، انا سامعاكي اهو. تعالوا نشوفها اهي، بصوا سريعه جدا الجريل بتاعتنا دي رهيبه اهو. حط زيت تاني اهو، لا لا حلوه كده. وهنا خلاص الموضوع ما بياخدش حاجه خالص معايا. استنوا بقى عايزه اقرا شويه مسجات كده وانا شغاله، لان حقيقي حقيقي يعني الناس، انتوا حاسه ان انا في دين في رقبتي، نفسي اشكر كل واحد فيكم. بصوا تعالوا نقرا كده، نحط ده. الحمد لله على سلامتك يا قمر، كل سنه وانت طيبه ومصر كلها بخير وسلام، امين يا رب. سناء عزيز، ريهام عبد الهادي، الحمد لله على سلامتك حبيبتي، نورتي تاني، ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي منوره بيكو اهو، واخده على كل جنب كده ماشي. الحمد لله على سلام، ربنا يحافظ عليكي سهير مجدي، ربنا يخليكو ويحافظ عليكم كلكم يا رب، امين امين يا رب. تعالوا، شخصيه قمر مبهجه وانا بحبك جدا، ليه تقولي اسمي معاكي في البرنامج؟ سموره احمد، سموره احمد انا بحبك جدا وربنا يخليكي، وحقيقي كلامك ده يعني بالدنيا عندي يا حبيبتي، شكرا ليك يا رب. اهي طلعت معانا ماشي. تعالوا، كل سنه وحضرتك طيبه يا رب، في تفوق دايما وازدهار، ميرسي، ربنا يخليك، مخلص صبحي، حاضر والله عايزه اقرا كل حاجه كل حي. الحمد لله على السلامه يا قمر، نورتي الشاشه، كل سنه وانت طيبه واسرتك طيبين، ربنا يخليك. عايده محمد،
اكرام محمود. بصوا مسجات كتير، عايزه ارد عليكم كلكم واحد واحد. عايزه نعمل حلقه سوشيال ميديا يا رنا. حقيقي انتوا اجمل ناس حقيقي دخلت حياتي، كفايه الدعوه الحلوه لحد. تعالوا بجد بجد المواضيع دي بتفرق جدا، ان احنا ندعي لبعض واحنا ما نعرفش بعض يعني، او حتى المعرفه بسيطه، مش محتاجين حتى. دي اتلسعت مني شويه، معلش انا اسفه. ماشي تعالوا بقى نعمل ده كده. انا اسفه بس عشان ركزت في التليفون، كنت نفسي اقرا المسجات كلها. نرجع ده بس كده ونظبط مكاننا، نقلع جوانتياتنا ونشوف دي. بصوا اهو الموضوع فعلا بسيط ما بياخدش حاجه، وزي ما قلت لكم لو عايزين تستغنوا عن اللي استغنوا عنها وانتم مرتاحين. هي ريحه طبعا يعني هتديكوا الطعم الايه اللي هو شويه كانكم بتاكلوا حاجه ضاني، بس عادي والله انا بستغنى عنها بتبقى زي الفل. تعالوا بقى نعمل السلطه العظيمه اللي عندنا. هنعمل سلطتين ماشي، سلطه عباره عن بصل، طماطم اهو، عايزه زيت، استني نحط نقطه زيت عشان اخدها اهو. ماشي، ودي هي دي بصراحه اعظم يعني سريعه، لان هي لحمه مفرومه ما بتاخدش حاجه، بس يفضل الحاجات المفرومه تتسوى كويس. تمام اهو، ثانيه هحط بقى السلطه زي ما قلت لكم كده، و البقدونس بتاعي، طماطم بتاعتي الحلوه، وهحط ليمون زي ما قلت لكم، وهحط السماق. تمام، السماق بقى في الوصفه دي بيوديها في حته تانية خالص. تعالوا بقى نعمل الوصفه السلطه التانية اللي هي سلطه ايه هنحط هنا عادي، نشيل دي نخش التاني لسه اهو. انتحاري انا في المطبخ صح، ودي خلاص استوت. هحط هنا ايه بقى يا جماعه، هحط الزبادي بتاعي والليمون والثوم خلاص، وخل التفاح بتاع وادي فود اللي بقول لكم جربوه في السلطات، عظيم 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 عظيم. بصوا خل التفاح بتاع وادي فود زي ما بقول لكم يجنن. ماشي، انتوا هتسيبوني طبعا ان انا لسعت لكم دي، ودي خلاص بقت جاهزه معايا. خلاص حطيت خل تفاح اهو وادي فود، وكمان احط هنا رشه. دلوقتي بقى احط ايه، هريسه بعشقها. انتوا عارفين طبعا انا بحب الحاجات المشطشطه قوي. هريسه وادي فود بقى عندي بالنسبه لي ادمان ادمان، مش عايزه احكي لكم. اولا لا هي حاميه ولا هي مسكره كده، عارف كده عارفين ميكس كده يجنن. وعلى فكره سعرها ولا حاجه، موجوده طول السنه. خلاص واروح هنا مقلبه ده كويس قوي اهو، شايفين طحينه مع الزبادي. انا ما بحبش ايه اخلي هي طحينه بس كتير معانا، بس انا ما بحبش احط لها ميه، انا بحبها كده طبيعيه وصافيه. هقول لكم هعمل ايه اهي. تمام معايا اهو، واروح جايبه هنا ده، مش حطيت ملح، ما حطيتش ملح، ما حطيتش اي حاجه، هريسه شطه سماق، هريسه شطه وادي فود، سماق، طماطم، بصل، وعصير ليمون. صح، برافو عليك يا رنون. هعمل ايه؟ نجيب عيش صاج. ما عندكوش عيش صاج؟ والله ولا بتفرق معانا الاسماء، هاتوا عيش عادي، العيش العربي، العيش البلدي، اعملوها على قولوا معايا ايه، رقاق. خلاص هروح ماسكه ده كده فرداه ماشي، واروح واخده شويه سلطه حلوه
مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي، تجنن. اتوصى كده كده، انا بعمل، انا مش بشتري من بره، ده انا بعمل اكل لبيتي ولولادي. خلاص واروح منزله الكفته بتاعتي، شايفينها عامله ازاي؟ تجنن وماسكه وتحفه. اروح عامله ده كده وقفلاه، شايفين، واروح منزلاه على الجريل، بيبقى تحفه بقى، تحفه فيه على الجريل. ياخد كده ويقفل معايا، شايفين. حاضر. طيب تعالى اقول لكم بقى ان ممكن نقدم ايه تاني، شايفين، هسيبه يقفل بس اخلي بالي علشان دي يعني اهو، بصوا بثواني، في ثواني قفل واخد لون، ما بياخدش اي حاجه. اروح عامله كده، بصوا ممكن ناخد ده كده بقى ولا اي حاجه، الموضوع ما بياخدش ثواني، والعيش بيبقى طري وكريسبي ويجنن. ماشي، نفي ثانيه اهي، اروح شايلاها، اروح اجيب طبق تاني واقدم فيه ده وافتحه لكم كمان. استني واحده، والله عايزه اديكم، بصوا العيش بيعمل ايه، تحفه. اروح عاملاه كده، شايفين، دي فكره تانية، شايفين بقى بديله ايه طعم الكفته اللي انا عملتها. اوكي، احط ده هنا كده، اجيب ده كده. اوكي، ده هنا بقى اهو، هعمل دي كمان، بس ايه ريحه ولون فيه. واروح مقدمه كده على الجنب ده، وبعدين اروح حاطه السلطه بتاعتي الحلوه دي، شايفين اهو، الناحيه دي والناحيه دي، ال الهريسه مع خل التفاح بيدوا ريحه وطعم تجنن تجنن. خلاص اروح بصوا حطاها كده، شايفين بتطلع ماسكه في نفسها ازاي. اروح حطاه كده اهو اهو، ايه رايكم، طعم يجنن وريحه يجنن. دلوقتي بقى هنحط ايه، حاضر يا فندم، ثانيه واحده يا فندم، هحط لكم بس ده وافتحه لكم، وايه نقول بقى ان احنا نحط ده بس كده. بصوا بقى، نفتح ده، نجيب سكينه حلوه حاميه، خلاص، ونقطع. الله على الجمال، الله على الجمال، ثانيه واحده، نحط بقى بطاطس بطاطس بطاطس، ونخلل بقى وادي فود بقى، لا بس ده مش عايزينه يغطي على شكلها. اهو شايفين اهو، ونحط هنا كمان بطاطس اهو. نحط ايه بقى؟ ما ينفعش، نرجع ده بس كده هنا. حاضر حاضر، نحط هنا يا جماعه شويه سلطه، لازم لازم السلطه مهمه جدا على الفطار، مهمه جدا جدا اهو. ماشي حاضر، طب نحط شويه مخلل. طيب انا بحب جنبها مخلل ايه قوي، مخلل المشكل، ماشي اهو، مخلل المشكل، وبحب جنبها قوي قوي الا الفلفل او الخيار، الحاجات دي كلها. بصوا بقى، انا كان نفسي اقدم لكم اكتر من كده بكتير زي ما قلت لكم، بس وقت الحلقه كالعاده بيعدي بسرعه معاكم، علشان انتوا حقيقي حقيقي يعني احسن ناس في الدنيا. النهارده عملنا فسيخ خللناه، وهنفتحه يوم شم النسيم، وهنعمل سفره عظيمه،
وهقول لكم على حاجات حلوه جدا جدا تقدموا بيها الفسيخ. عملنا كفته فراخ ريحتها تجنن، وقدمتها بكذا طريقه مع عيش الصاج، عيش بلدي اللي انتوا عايزينه. النهارده كان منورني في المطبخ، استخدمت فراخ وادي فود اللي ملهاش ريحه، كاني بشم ميه ملهاش اي حاجه. استخدمت النهارده فراخ وادي فود، واستخدمت كمان الهريسه بتاعت وادي فود التحفه، والخل التفاح الوهمي، زيت الزيتون، منتجات وادي فود انا دايما دايما بعتمد عليها، وحقيقي لو جربتوها هتشكروني عليها. وكمان قدمناه اهو بالسماء والحركات، وطبعا المخللات اللي لازم جنب الاكله دي، طبعا نبقى حريصين في كل حاجه وناكل كل حاجه في المعقول علشان مناعتنا وصحتنا اهم حاجه عندنا في الفتره دي. حبايبي هشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا من واحده لاثنين على قناه تين تي في، هتوحشوني جدا من النهارده ولبكره، اشوفكم على خير. صوما مقبولا افطارا شهيا، وكل سنه وكلنا طيبين يا رب، يا رب الفرح يدخل قلوبنا يا رب، ويعم الخير على كل العالم. استناكم بكره.